قتلت نويان الذي ظلمنا وأفسد أرضنا وأسال دم الكثير من الشهداء. غدا سوف أذهب وحدي إلى الأخلاط لكي أختار وطنا مطمئنا لنا، وأنتم أتموا استعدادات الرحيل كي لا يبقى هناك أي نقص. إن سمح لي سيدي كوندوكتو، فأنا أريد البوح بهمي، عسى أن أبقي أولادي مجتمعين معا. إذا أرطغرل يخرج مباشرة إلى أجله. الرجال في الطريق كما أمرت سيدي، وسيكونون جاهزين بانتظارهم. أنت لست سوى لقمة صغيرة للأكل، كيف تخرج مع حفنة من هؤلاء المساكين يا أرطغرل؟ سامحتك يا نبض قلبي، سامحتك أرطغرل. ما شاء الله يا أخي. أهلا بك. ما شاء الله، ما شاء الله يا إخوة. الذي يقول هكذا سيدي؟ السلام عليكم إخوتي. وعليكم السلام. سنذهب مع السيد أرطغرل يا دوغان. شكرا لكم يا إخوة، ليفتح الله طريقنا جميعا. آمين. زوجاتنا وأخواتنا يودعن أخواتهن في المشغل. لنرى الأم هيمة ونطلب السماح منها، وبعدها سنخرج بإذن الله. هيا. محاربون كثيرون قد خلفوا بوعدهم. ماذا نفعل يا أخي؟ ألم نقل إن اضطررنا نذهب وحدنا؟ نعم يا بامسي، لكن ما بذلناه من جهد سيذهب هباء ما لم يأت. لا يا أخي، لن يذهب شيء، لكن تحلى بالإيمان، ربنا سيعطينا مكافأة جهدنا. يا أخي افهم أن الصبر هو نعمة وشفاء، ونحن نفعل ما بوسعنا، بقي علينا أن نتوكل على الله. سامسا وكايا قد جاءوا لوداع إخوتهم. مرحبا. مرحبا. لم نأتي لوداعكم بامسي. ها؟ ونحن أيضا سنأتي معكم يا إخوتنا. كيف يأتي محاربو الدودورغا معنا؟ أنتم ونحن لا فرق بيننا، ولا تنسى أننا جميعا أتينا من نسل أوغوز. اتخذنا قرارنا أخي، سنذهب مع سيدنا حيث يذهب. هيا إذا يا إخوتي، هيا. ما شاء الله، ما شاء الله، والآن لن يستطيع أحد إيقافنا. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله يا إخوتي. سنكون معك. الحمد لله. أهلا بك. أهلا بك. أنتم ستسببون الهلاك للقبيلة، أنتم قلة لن تستطيعوا أن تصمدوا. ماذا تقول يا أخي؟ بعد موت سيد توتكين لم يبقى مكان هنا، والسيد أرطغرل هو سيدنا.
أنت تتكلم دون أن تعرف شيئاً. ألا تعلم أن ثلة شجعان يغلبون جيوشاً؟ حكمنا هو أعراف أجدادكم الأوغوزا فقط. هل الذهاب وترك القبيلة موجود في أعراف الأجداد؟ ماذا تقول يا هذا الرجل؟ اتركني أضربه يا أخي. لا زلتم تتحركون على هواكم. لم يولد بعد محارب يخرج من هذه القبيلة هكذا من دون أن نعيده بحد السيف. تعال هل سترفعون السيوف على إخوتكم؟ ماذا تفعلون؟ أنزلوا أسلحتكم. اهدأ يا أخي. الذي يقول سوف أريه. اذهب يا أخي ولا تجلب لنا البلاء. سوف تجدون بلاءكم، سوف تجدونه. كان الله في عوننا. إنهم مصرون أن يتحركوا. أين بقية النساء؟ الطريق طويل جدا. ربما شاء الله. أين بقية النساء يا سيدات؟ هل ينهين أعمالهن؟ نحن فقط من جئنا والبقية تراجعن. تراجعن إذن؟ ولما افترقنا عنا هكذا يا سيدات؟ بسبب الذهب الذي وزعه السيد غوندوغدو عليهم سلطانة حليمة. بقينا قلة الآن سلطانة حليمة؟ نعم هذا صحيح. كيف يحدث هذا؟ يا إلهي، لو كنا واحدا أو كنا ألفا فلن نترك أحلامنا. من يغير بريق الذهب وعودهم لن يكونوا منتصرين أبدا ولن يحصلوا على الأمان أبدا. الآن سنخرج من هذه القبيلة بجبهات بيضاء وسنسير في طريق المستقبل إن شاء الله. نعم هذا نعم سنكون مع سيدنا. هذا هو طريقنا. سنفي بوعودنا ولن نخذلهم أبدا. هيا نجهز أنفسنا. تعال يا أختي. هيا حتى لا نتأخر. هيا بسرعة فلنجهز أغراضنا ونرحل. كان الله معك حليمة. أنتم سوف تذهبون إلى ديار الأعداء. أنا أراكم وأنتم تتركوننا، لكن لا يسعني فعل أي شيء وفؤادي يكتوي بفراقكم. لم أستطع إقناع سيدي غوندوغدو ولا السيدي أرطغرل ولا أنت. سلجان أرجوك لا تحزني، نحن نريد أن ندفع الظلم وكل أنواع المصائب عنا جميعا، وأنا أؤمن بأننا سننتصر. ماذا يفيد انتصاركم هذا بعد أن انفصل الأخ عن أخيه والأخت عن أختي؟ وبماذا سينفعني الإطمئنان؟ لا تقولي هذا يا سلجان، فالمسافات لن تفصلنا عن بعضنا البعض. حتى لو افترقت طرقنا قلوبنا تبقى واحدة. البسي غوندوس هذه في يدي حتى لا يؤذيه البرد. ليكن طريقكم مفتوحا وليبعد الله عنكم كل بلاء يا أختي. ذهاب أرطغرل سيكون خيرا للقبيلتين وسنجد الأمان الذي نبحث عنه. سوف نتخلص من البلاء حين يذهب أرطغرل، فليذهب إلى جهنم، لكن لن أسمح بذهاب واحد من المحاربية معه. هذه مسألة الكاي، فكيف تتدخل أنت؟ الأمير سعد الدين يفكر مثلي. إن القبيلة التي لا تحتفظ بمحاربيها لا احترام لها، ولن أسمح بهذا. كيف سيدي؟ كيف ستفعل هذا؟ عشرة من محاربين سيدي استعدوا للخروج مع أرطغرل. هل فهمتم الآن كيف سأتدخل؟ لكن سيدي
كايا وسامسا يريدان أن يذهبا خلف السيد أرطغرل. هما الوحيدان اللذان بقيا تذكارا من توتكين، وسوف نحاسبهما. ليتحرك المحاربون، تجهزوا بسرعة. بأمرك سيدي. لنكسر ذراع أرطغرل وجناحه. أتسمح لي يا سيدي؟ تعال دوغانا. الأهالي استعدوا للرحيل، ومحاربا السيد توتكين أيضاً سامسا وكايا سيأتيان معنا، ومعهما عشرة من محاربي دودوركا. لكن وبسبب ذهب السيد غوندوغدو، معظم الذين وعدوا لم يأتوا إلى الساحة. إذن يجب أن نكون أكثر احتياطاً في الطريق. أتتوقع مصيبة من الأمير سعد الدين؟ عندما يعلم بأننا خرجنا فلن يقف. هذا الكلام صحيح. يجب أن نكون محتاطين حين نصل، فليس كوبك فقط. حين نقترب من بيزنطا، كل أنواع الفتن وكل عديمي الأصل سوف يهاجموننا، الصليبيون والبيزنطيون والجنود الذين تم شراؤهم أيضاً وقطاع الطرق، ونحن عددنا قليل. وجودك معنا سيزيد قوتنا سيد أرتوك. شكرا لك سيدي. نحن لن نذهب اليوم من طريق المحاربين. أفضل استخدام طريق أطول وأكثر أمانا. سوف نعبر أولا سفوح الجبال، ومن هناك سوف نصل إلى النهر، ثم سنصل إلى حدود بيزنطة عبر أوسع طريق. سننشغل بالكثير من الأعداء. أمامنا كثير من الفتن، ولن ننظر خلفنا سيد أرتوك. وبينما أنشغل بهؤلاء، سوف أأتمنك على القبيلة والسلطانة حليمة وولدي غوندوز أيضا. فحمهم. سوف أكون لائقا بالمهمة. وأنت يا دوغان سأكلفك بحماية قافلة الرحيل. سامسا وبامسي ألب وكايا أيضا سيسيرون في الأمام ليؤمنوا الطريق. أمرك سيدي، بإذن الله وباتحادنا لن يوقفنا أحد. بإذن الله. حين نصل إلى هدفنا، يجب أن يكون لنا تعليمنا الخاص كأعدائنا، وسنتاجر مع المسلمين ومع غير المسلمين ونؤسس علاقاتنا، ولهذا ستفتح أبوابنا لمن يزيدون قوة عقولنا بعلمهم ومن يزيدون قلوبنا إيمانا، ويجب أن نؤسس مشغلا لنا. وإن لم ننهي هذه الأمور كلها، لن ننجح في المهمة، وستكسرنا أي ريح. فضعوا هذا في حسبانكم. لقد رأيت في عينيك وأنت تتحدث نار أوغوز خان وبلجي خان، ورأيت قوة قلب أرسلان سلطاننا العظيم. وليكن الله معينا لك في طريقك. آمين. سيدي، إن كنت تسمح لي أريد المجيء معكم. أمي أمانة عندك وعند إخوتي يا عبد الرحمن. شكرا سيدي، لكن أنا لا تترك أمي وحدها عبد الرحمن. لتكن روحي فداء الأم هيمة. لا تنظر خلفك سيدي، ليفتح طريقك. سامحني سيدي. أسامحك.
حان الوقت دلمير، حان الوقت الآن لكي نرفع الظلم. جئنا إلى هذه الأرض متأملين، قلنا سنحيا ونبتهج، لكن الوضع يسوء. من ضيقوا علينا الحياة، إن لم أجعلهم يذوقون عذابنا فلا أستحق أن يقال عني رجل. ماذا يخطر في بالك سيدي؟ أمضيت نصف عمري عند المغول فقط من أجل الدولة. كان لي عزاء واحد، وهو معرفتي بأنني سأعود يوما وسأعيش أنا وأمي وإخوتي معا. وعدت، واليوم أرى باب الفراق يفتح من جديد. جميعنا قد عشنا من أجل دولتنا، وحاربنا وقاتلنا وقتلنا، وقد تمسكنا بكل شيء من أجل الدولة، لكن حبنا القوي لهذه الدولة لم يجعلنا نضعف يوما واحدا. فعلت كل شيء من أجل الدولة أرطغرل ومن أجل القبيلة، وليس من أجل سعد الدين. فعلتم بما فعله إخوة يوسف به يا أخي، وكنتم أداة لألاعيب كوبيك، ورميتموني في البئر، ولم يبقى أمل في قلبي لأتمسك به يا أخي. كل شخص سيذهب في طريقه. أعلم بأني لو قلت لك لا تذهب فلن تسمع كلامي وستتركني وتذهب، لكن أنا القائد هنا ولن أسمح لمحاربي بالذهاب خلفك. سنصل إلى أهدافنا رغم كل شيء أخي. سأذهب مع المحاربين وأتمنى أن تسامحني. ألم تسمع ما قلته أرطغرل؟ لن أسمح لك أن تأخذ المحاربين وتذهب، ولا بأخذ دوندار وحرمان أمنا منه. فتراجع. إياك أن تخرج أمامي. قلت لك لن أسمح لأحد بالتجمع أمام الخيمة سيد سونغور. يجب أن يروا أن أرطغرل بقي وحده ومحاربوك لن يذهب. لا داعي للقلق سيد سونغور تيكين، اعتبرني كسيد غوندودو أخا لك. هيا ترجل، انزل إلى الأسفل. هيا انزل انزل. ما الذي تفعلونه؟ لم يسمح لكم بالذهاب، عودوا إلى الخيام حالا. أمر من هذا؟ السيد أكتشا والسيد سونغور تيكين هما منعا ذهابكم. هيا
أمي، أرجوك سامحيني. أنا دائما أسامحك بني، أستأمنكم على بعضكم البعض. روحي فداء لأمانتك. من يريدون الذهاب مع أخي يطلبون رؤيتك للمرة الأخيرة يا أمي. للمرة الأخيرة، وأنت وشقيقك والسلطانة حليمة وأيضا قندوز وكثير من المحاربين سأراهم لآخر مرة. كيف سيحتمل قلبي هذا يا بني؟ أمي لا تفعلي هذا أرجوك. عددنا قليل سيدي، وهذا ما يخيفني. لا تهتم بعدد من سيخرجون معنا، فكل واحد من بينهم بألف رجل، لأن الجواهر التي داخل هؤلاء الأبطال سوف تعطينا كل القوة التي نحتاجها، وستعطي النور لأيامنا المظلمة، وهذا هو كل ما يهم. نعم يا سيدي، بإذن الله سنسير في هذا الطريق حتى القسطنطينية. سيد أرتوك، سيد أرتوك، سيد أرتوك، جهزنا العربات ووضعنا الحمولة وكل ما نحتاجه للخروج من القبيلة سيد أرتوك، ولكن محاربو الدودورغا جاءوا وأوقفونا. ماذا تظنون أنكم فاعلون؟ لا تصعب الأمر علينا سيد أرتوك، إننا ننفذ أمر سيدنا. سيد أرطغرل، ما تجاوز الحد هذا؟ أتظن أنك ستذهب وتأخذ محاربين دون إذن؟ سيد أكتشا، رئيس محاربين إلى جانبك، وتحدثني بلسان أميرك المتغطرس المدعو كوبيك. إلزم حدك أرطغرل، يكفيك استهتارا بالسادة وبالأعراف التي نتبعها.
سيدي، كنا محاربي سيدي توتكين وأصبحنا محاربين عند سيدي أرطغرل. سيدي افتحوا لنا الطريق. يا أبطال توقفوا. سونغورتيكين سيد أختشا، ماذا تظنون أنكم فاعلون؟ ها؟ ستجعلون الإخوة يقتلون بعضهم؟ من أجل اعتبار قبيلتي أفعل كل شيء. أرطغرل يمكنه الذهاب ولن أمنعه، لكن لن يذهب معه محارب من الدودورغا ولا حتى من الكاي، وهذا آخر القول. المحاربون مرتبطون ببعضهم برابط الأخوة، لكن من هم مثله؟ من لم ينالوا نصيبهم من الفروسية فهم لا يفهمونها. أحذركم أن تقتربوا من محاربي. أفعالك هذه ستقسم القبيلة، لأنك تخرجهم عن طريق الصواب. أخي قد بايع الأمير سعد الدين على أخذ الكثير من أهالي الأوغوز إلى طريق غير معروفة، لكن الحمد لله فنحن نعرف طريقنا. أعراف القبيلة تداس يا أرطغرل، ولن أسمح لك بأن تتجاهل قرارات السادة وتأخذهم معك. سونغورتيكين، ماذا تظن أنك تفعل؟ أقوم بالوظيفة التي كلفتني بها أعراف الأوغوز. يا أبطال ابتعدوا عن السيد أرطغرل حالاً، هذا آخر تحذير. السيد سونغور على حق، الذهاب لا يليق بأعراف الأوغوز يا إخوة. أنا منسحب. وأنا أيضاً. وأنا معكم. وأنا أيضاً. هيا تعال، لا نريد أن نذهب معك، لن ندهس أعرافنا. بعد ذهاب المحاربين الذين ملأ العفن داخلهم أصبح وضعنا أفضل. افعلوا ما يحلو لكم، نحن لن نتراجع أبدا. سونغورتيكين، سيد أتشا، ماذا تفعلون؟ يكفي. سيد سونغورتيكين، لن نترك رجالنا وحدهم، إن كنتم ستقتلونهم فاقتلونا أيضا، فهمت سيد أكتشا؟ سيد أكتشا، نحن أيضا نعيش الألم، فلا تزد همومنا وأمر محاربيك بالذهاب. يا محاربي الأوغوز الأبطال، أريد أن أتذكركم رحماء على بعضكم، والآن ضعوا السيوف في الأغماد وهدئوا غضبكم هذا بالرحمة، حتى لا تعيش قبيلتنا ألما لا ينقطع. أرطغرل، لا تفعلها. يجب أن تقتلوني أولا. أمي. أم هيمة، ماذا تفعلين؟ وأنا لا أريد ذهابهم، لكن لا نستطيع أن نجبرهم. أفسحوا الطريق للأبطال. ما الذي تحاولون أن تفعلوه؟ أتريدون أن تملأوا الأرض بدماء هؤلاء الأبطال؟ أي دعوة تسعون خلفها أنتم؟ وكم قبراً تريدون أن نحفر اليوم؟ ها؟ يكفي، يكفي،
يا أبطال، ضعوا السيوف في أغمادها. سيد سونغور تيكين، أنسيت بأنك قائدهم؟ كيف لا تصغي لأوامري؟ لن أسمح أن تسفك الدماء هنا اليوم سيد أخشان. أبطال الكاي، هيا إلى ساحة التدريب. ستجدون بلاءً أسوأ منكم في المكان الذي ستسكنونه، وعندها لن تجدوا قبيلة تحتويكم. الندم سيكون مصيركم، أهلكتم أنفسكم وأطفالكم أيضا. ستجدون البلاء. سلام قولا من رب الرحيم. الأبطال الذين سيذهبون الآن مع أرطغرل والسيدات اللواتي سيناصرنا، أبقاكم الله على الإيمان وحفظكم. آمين. ولا جعلكم ممن يحتاجون إلى الجبناء. آمين. أسامحكم جميعا بحقي، وليفتح طريقكم. آمين. أمي، سامحيني أمي. لقد سامحت. كندس، لا فرقك الله عن أمك وأبيك بني، وليكتب الله طول العمر لك، لم يكتب لك السرور. مدعوث. سيدي أرطغرل، فليحمكم الله من أنواع المصائب والبلاء، وليفتح طريقكم. فؤادك سوف يبقى معنا دائماً في كل زوايا الخيمة. شكراً لك سيدة سنجان، أرجو أن تكوني سعيدة مع أخي وأولادكما إن شاء الله. شكراً لك سيدي. أولاً ترقد، والآن أنتم. سامحيني يا أم. أسامحك. محاربي الأبطال، أخواتي الشجاعات، حان وقت الصبر على البلاء والشرور والشكر على النعم والرضا بالقدر. واعلموا أننا لا نعيش وقت الفراق الآن، بل هو وقت اللقاء. سنلوح براية الكاي المجيدة،
من أقصى شرق دولتنا وحتى أقصى غربها بإذن الله. وليكن الله معينا للأوغوز وكل من يسير معهم. آمين. يا أبطال، حان وقت الخروج الآن. أرطغرل، سامحني بحقيقة يا أخي. أسامحك. فتح الله طريقك. كن في أمان الله يا أخي. Thank you.
أرطغرل سيدفع ثمن إغوائه للأمير يجيت وعصيانه لأوامر دولته، وما يقع عليكم هو تنفيذ المهمة التي كلفكم بها السلطان. الدولة نفذ صبرها ولم تعد تحتمل. ستقطعون رأس أرطغرل ورأس الأمير يجيت أيضاً، لكن ليس هو فقط، بل اقتلوا معه أيضاً كل من تبعوه. رجالي جميعهم ينتظرون الآن تنفيذ أوامرك سيدي. إذن اذهبوا بسرعة وعودوا إلي حاملين رؤوسهم. سنفعل ما تأمر به حضرة الأمير. هذه المرة أرطغرل لن ينجو يا حضرة الأمير. بعد إذنك. طالما أنك تريد الموت، وطالما انفصلت عن قبيلتك وبملء إرادتك، فسترى ماذا يفعل الذئب الشارد بمن يترك قطيعه أرطغرل. سوف تحاسب. هيا! بوكاتش، كيف نجوت منه؟ هل فعلتم شيئا بإخوتي؟ وما الذي تحيكه مجددا يا سعد الدين كوبيك؟ Thank you.